أربع قنينات غاز تلحق خسائر مهمة بطابق سفلي بالصويرة. علمت الجريدة 24 من مصدر محلي أن انفجارا مدويا وقع مساء أمس الخميس بفرن شعبي وسط التجزئة المحاذي للمحطة الطرقية بالصويرة. المصدر ذاته أكد أن اشتعال النيران وقع إثر انفجار أربع قنينات الغاز من الحجم الكبير، مضيفا أن هذا الانفجار ألحق خسائر مادية بالطابق السفلي للعمارة التي يقع بها الفرن دون أن يسجل أي إصابة. وفور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية لعين المكان لاتخاذ التدابير اللازمة، حيث تم إخماد ألسنة النيران المتصاعدة. ويشار إلى أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة للكشف عن ظروف وأسباب هذا الحادث.